تقديم تاريخي للهداف التاريخي للكرة كريستيانو رونالدو بعد انتقاله رسميا لنادي النصر السعودي. تقديم رونالدو عادة ما يكون ضخما، الأمر لم يتغير كذلك في مرسول بارك لملائمة تاريخه الكبير في ذلك الملعب الواقع في الرياض. حضر قرابة 25,000 مشجع لحضور تقديم النجم البرتغالي الحائز على 5 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم. رونالدو وخلال مؤتمر تقديمه أكد أنه فضل عرض نادي النصر على عروض أوروبية، مشيرا إلى أنه جاء للسعودية من أجل كسر الأرقام القياسية وما أكثر التي حطمها، والمشاركة في ثقافة النادي والبلد. Well, what I expect to achieve it's to make people happy, to enjoy myself, to help the country to be better and better and better. Not only a football man's, but always the feminine football, which is the people don't know. I know the league is competitive. People they don't know that, but the league is very competitive, and I want to make people happy. This is my goal. من الرياض معنا مراسل العربية عبد المحسن الحربي. عبد المحسن أهلا بك، وكأننا شهدنا قمة رياضية كبيرة جدا اليوم في مرسول بارك، كيف هي ردود الأفعال وكيف تفاعل السعوديون مع هذا الاستقبال الأسطوري لكريستيانو رونالدو؟ نعم صهيب، بالفعل كانت ليلة غير عادية لعشاق النصر وعشاق كريستيانو على وجه التحديد هنا في ملعب مرسول بارك، عندما تم تقديم هذا اللاعب الأسطوري للمرة الأولى بشعار نادي سعودي نادي النصر، وفي ملعب مرسول بارك الذي تزين بشكل خاص لكريستيانو رونالدو واستقباله وتقديمه بشكل غير مسبوق، سواء كان على مستوى السعودية أو حتى على مستوى الشرق الأوسط أو مستوى آسيا أو حتى على مستويات حتى قارات أخرى. لم يتم تقديم لاعب بهذه الطريقة سوى في أوروبا. يتم محاكاة هذا التقديم بما تم في عام 2009 عندما قدم كريستيانو رونالدو في سانتياغو برنابيو عندما انتقل إلى ريال مدريد. وقادما من حفل الاستقبال كان مبهرا جدا الحقيقة، ولكن حدثنا عن المزيد من التفاصيل في الكواليس عبد المحسن. هل هناك تفاصيل أخرى تبينت حول العقد بين كريستيانو رونالدو والنصر؟ كذلك شاهدناه كذلك مع زملائه الجدد في فريق نادي النصر، يبدو أن العلاقة ستكون ودية بين زملائه في النادي السعودي. ما الذي تبين كذلك من تفاصيل ربما فيما يتعلق بعلاقة كريستيانو رونالدو مع النادي الجديد؟ بالفعل صهيب، كان هنالك حديث كبير بأن كريستيانو قادم لي مشاركات ربما شرفية، ولكن كريستيانو ما قدمه اليوم سواء كان من تصاريح أو حتى تصرفات من خلال لقائه مع اللاعبين واجتماعه بهم مع رئيس النادي، وهذا ما تم بعد المؤتمر الصحفي، كان هنالك حديث من قبل لاعبين النصر وكريستيانو تحديدا عن أنه لم يقدم إلا ليحصد المزيد من البطولات مع نادي النصر، وهو ما صرح به مع لاعبي النصر في داخل غرفة الملابس قبل أن يظهر بشكل مباشر للجمهور. بعد ذلك تحدث للجمهور عن الكثير من أمنياته، عن أيضا أمنياته بأن يحطم الأرقام بعد أن حطمها في أوروبا، يقول بأنه يريد أن يحطم الأرقام في آسيا. فبالتالي هنالك حديث كبير من قبل كريستيانو رونالدو بأنه لم يقدم ولم تنتهي مسيرتي، هذا ما تحدث عنه، لم يقدم المشاركة الشرفية ولم تنتهي مسيرته بعد رده على تصريحات الصحافة العالمية. قال بأنه قادم للمشاركة والفوز بالألقاب، وقابل ذلك جمهور النصر بتحية كبيرة جدا. كريستيانو صهيب لم يكن يستطيع التحدث في بعض الأجزاء التي تواجد فيها في الملعب نظرا لهتافات الجماهير، كمية هتافات كبيرة جدا. صحيح، كان هنالك حماس كبير جدا من المتفرج كانوا حاضرين في مرسول بارك. شكرا جزيلا لك عبد المحسن مباشرة من الرياض. لاعب هذا لاعب دولي ولاعب مكسب للكرة السعودية والعربية الآسيوية، ونقل الكرة السعودية في 3 دقائق إلى العالمية، وأصبح النادي الأعظم في العالم بحكم وجود اللاعب فيه نادي النصر. بالنسبة لصفقة رونالدو، أنا شايف أن هي it's very smart move من سواء المملكة أو نادي النصر، وأنا فاهم إن هي برضو صفقة تسويقية 2030 إن شاء الله المملكة تقدر تعمل
تنظم كأس العالم؟ الحمد لله والله فريق قوي النصر، ورونالدو يستاهل يروح معهم، ورونالدو ما شاء الله عليه والله يعرف يلعب، لاعب عالمي وراح الفريق عالمي. هذا 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 اللي نقدر نقوله عن صفقة كبيرة مثل صفقة رونالدو مع النصر. صفقة نادرة وما قد صارت في الدوري السعودي، وجدا نادرة، وهذه صفقة جديدة وإن شاء الله يعني تتكرر وتصير يعني صفقات عالية وأسطورية أحسن منها. مشاهدينا، كريستيانو الآن نزل صورة على حسابه على إنستغرام، إذن وقال إذن على التقديم الأسطوري اليوم في الرياض، معلقا أنا عالمي. هذا هو هذه أول صورة لكريستيانو رونالدو أو أول بوست له على حسابه على إنستغرام الذي يحوي 528 مليون متابع. طبعا بعد هذا الاستقبال الأسطوري في مرسول بارك اليوم في الرياض بعد انضمامه رسميا لنادي النصر السعودي. انتقال كريستيانو للنصر نتائجه ليست رياضية فقط بل تجارية وتسويقية على صعد كثيرة، أولها التأثير على البث. صحيفة الرياضية السعودية كشفت أن هناك قنوات تلفزيون عالمية تسعى لبث مباريات النصر السعودي خلال الفترة المقبلة من أجل رونالدو. ثانيا التأثير على مبيعات القمصان، وهنا وضع رونالدو متجر النصر في ورطة، لكنها ورطة مبهجة على ما يبدو. قميص النجم البرتغالي نفد خلال ساعات من طرحها، الكل يتهافت عليه حتى خارج السعودية، الطلبات من خارج السعودية عالية جدا بحسب مراسل العربية. الأمر الثاني هو مواقع التواصل. انتقال رونالدو إلى النصر شكل نقلة نوعية كبيرة بالنسبة للنادي السعودي على مستوى وسائل التواصل، فصفحة النادي السعودي على إنستغرام حققت نقلة ضخمة بزيادة عدد المتابعين بالألاف. عدد متابعي صفحة النادي تضاعف ويتضاعف مع مرور الوقت، الآن بات يتجاوز 8.5 مليون متابع، علما أن عدد المتابعين قبل الإعلان عن الصفحة كان بالكاد يفوق 800 ألف متابع. هذه الزيادة الضخمة جعلت النادي السعودي يتجاوز حتى أندية عالمية في عدد المتابعين على إنستغرام، فعدد متابعي النصر بات يتفوق على متابعي أندية مثل روما الإيطالي الذي يملك حوالي 5 ملايين متابع، كما أن النصر بات يتجاوز أيضا أندية ذات شعبية كبيرة في أمريكا اللاتينية مثل بالميراس البرازيلي الذي لديه حوالي 4 ملايين متابع. لائحة الأندية التي تجاوزها النصر تضم أيضا فرقا متألقة في الوقت الراهن مثل نابولي المتصدر الدوري الإيطالي الذي لديه نحو 3 ملايين متابع، ومن بين الأندية التي تجاوزها العالمي أيضا نجد مارسيليا الفرنسي، ويست هام الإنجليزي، باير ليفركوزن الألماني، والتي لا يتجاوز كل واحد منها عدد متابعيه 3 ملايين.